يعني الثوب السوداني من أهم الأشياء اللي بتقتنيها المرأة السودانية عموما، يعني من بداية زواجها وماشية معاها لغاية يعني ما تكبر يعني. وطبعا يعني كل فترة من الفترات دي هي يعني كل سيدة عبر عمرها معين فعندها حاجة بتليق بيها. بعدها سفيرة لكم الوسط أنا عملتها نقطة لكن ما هرتم فيها دائرة سوري جواها سي تذكرينها داخلة معاها سي تاني. عشان كده نحن أصرينا ندخل ندخل التوب يكون منتشر جوا التعليم ويكون جوا الواتس والفيس، نلهي الناس من الشيء اللي بيقدموا لنا الناس من برا. اللي تكلم عن التوب في غنية القمر بوبا اللي هو قال الزراعة للإخراج بتاع الشغل، وبيتم في الآخر إنه العمالة هي اللي بتقوم بالشغل الإنتاجي. توب قديما وكان تصنيعه بيتم في السودان داخل السودان في الفترة النوبية، كانت الاستخدام بيكون عن طريق النسج والأنوال، بعد ذلك تحولت بتطور التاريخ والوقت إلى الصناعات الحديثة والمصانع ودخلت فيها المصانع الحديثة. ما يميز المرأة السودانية هو التوب السوداني. التياب السودانية، التوب السوداني الأخير اللي هو دلوقتي بيتلبس، هو عبارة عن حوار ثقافي بين الهامش والوسط. وكان في حوار أول بين الهامش والمناطق المتاخمة أو الثقافات الوافدة من برا. ما هي 2 واحدة ليه مش كده شوكة ليه كده شوكة.